هذا المقطع يا ساتير رح نشوف اشياء جديده كثير رح تنزل باللعبه. او ماي جاد، لهيك حبايبنا خلوكم جاهزين ومركزين لانه اشياء واو. طبعا رح تشوفوا شيء باللوز. لهيك معلم جهز لي حالك وخلينا ندخل على الجلد. لا جلد شو، ندخل على التحديث لنشوف الاسطوريه الاسطوريه معلم. ليتس جو. اوكي حبايبنا يلا نروح حبايبنا. مثل ما انتم شايفين اول شيء يا اساطير هون عندنا طبعا الورق بتعرف يعني دائما نفس الشيء، بس ولكن رح نشوف مع بعضنا اشياء اللوز اللوز. اوكي يا اساطير رح نعمل نشوف الاشياء واحده واحده يا اساطير. نبلش اول شيء من السهم الموجود فوق على اليسار شاب اللي هي هون مكان اللعبه هون حبايبنا البروفايل. اوكي يا اساطير خلينا نبلش نضغط. اوكي حبايبنا اول شيء شباب مثل ما انتم تعملون معلم عندي هون معلم شوف مبين عليه من 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 الفاير باسات القديمه معلم. اوكي لا لا معلم ركز معي كيف. اوكي شباب اول شيء ندخل على البروفايل هذا هو شباب ما فيش تغيير لحد الان تمام. ندخل على النظر العام شباب هي كمان نفس الشيء تقريبا. اوكي بس ولكن صار في يعني اشياء تبعت الزب الوحيد شباب زادوها بالبروفايل معلم. هلا صرنا نشوف معلم الله باين نشوف كل شيء معلم حتى بالزب واحد انا صار مود رانكت. اوكي بقول لك لا شو نفس الشيء موجود الباتل رويال موجود نفس الشيء حبايبنا مثل ما انتم شايفين نفس الشيء كله هذا على حاله. اوكي مدى الحياه مثل ما بنعرف دائما سجل عاد تحميل نفس الشيء هون شباب يمكن هون صرنا لم يتم الحفظ هذول الاشياء هون كمان نفس الشيء تبعت الحفظ الاشياء الجيم بلاي تبعنا لما تلعب جيم بلاي تقدر تحفظ. اوكي هي بالنسبه للان شباب حلو. ثانيه شباب خلينا ندخل على الاعدادات هون الموجوده هون على اليسار شباب في هون على شيء صار شيء حلو كثير شباب اللي هو النمط. طبعا هذول الشباب كانوا موجودات بس ولكن هون عندنا هون السيره ما اعرف اذا كانت موجوده ولا لا يا شباب بس ولكن صرنا نقدر نضيف الاشياء البروفايل تبعنا على شخصيه اللي يعني موجود عن افضل اللاعب لاعب نسبه قتل كل شيء موجود يا شباب عندنا هون مباشره مثل ما انتم شايفين. لا هون يب يلا عدد شيء كثير اسطوري شباب وحلو بس ما اعرف اذا كان موجود لا هيك شباب. انا اول ما دخلت شفت هالشيء معناته اكيد شكله جديد. ونفس الوضع شباب مثل ما ملاحظين زادوا غيروا الشرط الرانكت يعني الرانكت شباب يمكن غيروه شباب دول مثل ما انتم شايفينه يعني اشكال الستايل تبعته فهمتوا علي. اوكي طبعا حبايبنا كمان نفس الوقت مثل كمان شايفين هون عندنا اشكال الجراند ماستر والجراند ماستر كله تغيروا اشكاله يعني جد شيء حلو ومرتب. طبعا هو نفس الشيء لما ندخل على خلينا نشوف على كلاس رانكت كلاس سكواد اوه حتى الاشكال تبع يعني حتى الستايل تبع الرانك يعني الرتبه تبعتك تغيرت شكلها شباب يعني جد شيء حلو تغيير حلو. اوكي ايوه هي بالنسبه للركض شباب مثل ما توقعت حبايبنا هي الاشكال تغيروا شوي الوانها يعني الوان تغير شكلها هيك مثل ما انتم شايفين الماس والهيرو كل شيء باللوز الماستر شيء بشك والله صار اشكالها يعني كثير حلوه ومرتبه كثير شباب عن جد شيء باللوز. اوكي هذا هو بالنسبه للكلاش سكواد كمان بنفس الوقت حبايبي مثل ما انتم شايفين يا سلام عليك والله شيء حلو صراحه يعني تغيير كثير حلو شباب يعني حمسني انه العب كلاش سكواد ولا شو معلم نشوف نشوف اليوم جاي رح نشوف. اوكي نكمل شباب مثل ما انتم كمان شلون معلم باين عندي هون اشياء حلو حتى هون يمكن حتى البانر تغير شكله كمان بنفس الوقت نتاكد بشكل سريع نشوف البانر الموجود بالبانرات. لا هون وين كانت العرض الكل البانرات اللي ترى تغيروا ما لاحظت عليهم شباب هذا نشوف هون معلم. لا والله هذول نفس الشيء نفس الشكل تقريبا. اوكي هاي بالنسبه للشباب للرانكد والبروفايل وكل الاشياء الاسطوريه خلينا ندخل نشوف لان نشوف شيء ثاني معلم جاهزين يا اخي اكيد انتم هون اكيد جاهزين تشوفوا يعني الشيء صاير يلا. اوكي حبيبي لا شفنا كل شيء موجود على اليسار هون يا شباب. اوكي لا رح نحاول ننتقل للجهه الثانيه اللي هي الاعدادات يا اساطير خلينا ندخل على الاعدادات شباب ونشوف الامر اللي حيكون شباب شو التغييرات اللي راح تكون بالاعدادات. طبعا شباب شفت شيء كثير حلو تغيير شباب اللي هو بالنسبه لجمع التلقائي لما ندخل جمع التلقائي شباب هون عندنا الديفولت. اوكي مثل ما انتم هون شايفين عندنا هون الديفولت حبايبي وعندنا البريورتي يعني الاشياء يعني اللي تغير فيك عندك شخصيتين يا اما العاديه الديفولت اما يعني البريورتي هي اللي هي شباب تخت يعني كيف اشرح لكم يعني مثلا بتحب يعني بين قوسين الافضليه يعني فهمت علي؟ لايك حبايبي كمان هون عندنا هون جمع التلقائي للاسلحه نقدر نختار الاسلحه يعني اي شيء يعني اختار تحطهم تقدر تظبط تساوي يعني اي شيء تحب يعني بدك لازم يشيل بس انت عم تلعب تختار اي اهم الاشياء لازم تشيل اول شيء فهمت علي كيف؟ هون عندنا الوضع الكلاسيكي وضع كلاس سكواد شباب صار نقدر نشيل يعني مثلا ما بتحب تشيل اسلحه الاي ار اول شيء لا تاخذ مثلا تحط تاخذ اسلحه الام بي 40 مثلا او كذا والى اخره فهمتوا علي؟ حلو هي التغيير حلو. ندخل على الاساس هون نفس الشيء ما في هون تغييرات ابدا لحد ما توقعت النظره الحره وسائل التحكم هون تقريبا نفس الشيء شباب هون على حسب ما لي شايف او كثير اشياء شباب يعني رح نشوفها ان شاء الله اول ما التحديث الكامل ينزل حبايبنا ونشوفهم ونجربهم مع بعض.
اوكي الان شباب خلصنا هاي المكان الاعدادات هون موجود على اليسار. هلا انا مثل ما تشوفون شفت صراحه اول ما دخلت هذا الصندوق شفت هالصندوق شباب صراحه ما فهمت شو بهالصندوق شباب. هون الصندوق معلم لما تكون لاعب جديد مثلا اوكي بتخطط تدخل اول يوم ثاني يوم ولا ثالث يوم ولا الظهر ولا شكلك زمان مالك داخل على اللعبه كذا اوكي بيعطوك هون جوايا شباب. هون مثل ما انتم هون شايفين عندي هون اشياء حلوه الظاهر تمام هون عندنا بطاقة تغيير اسمه اشياء يعني مرتبة بس. ولكن يا شباب الان شباب هدول الجوائز موجودة بس ولكن انا حبيبنا الان لازم افرجيكم شيء نار. طبعا يا شباب الان خلصنا الاشياء على الزاوية على اليسار واليمين زاوية اليمين وزاوية اليسار الان راح نشوف شيء ثاني. الان حبيبنا نبلش تدخل الان كل شيء اشياء مثل متجر وشخصيات الخزن الحيوان اليف كل اشياء مثل ميك اب ماي جاد. اوكي خلينا نطلع على المتجر قبل نشوف شو بالمتجر هم معلم شوف تغيرات بالمتجر او المتجر هذا نفس الشيء يعني ما تغير شيء. هون عندنا شكله ما تغيرت اشكال هون اشياء عندنا هون المتجر اوه صار في نشتري هون في بنانات صرنا نشتري اوه هذا بنانات الفاير باس القديمه معلم او ماي جاد والله شيء حلو هذا بس بالسيرفر المتطورين شباب حبيبي والله هون نقدر نشتري الاشياء او ماي جاد. طب طول بالك طول بالك طب في كثير شيء حلو معلم. المهم هون بقدر باخذ الشخص اللبسات ما لبسات معلم الذكرى الثالثه نعمل تثبيت هون معلم اعطوني هون جوائز حلو عندنا هون الليفل شباب اعطونا جواهر كمان هون كمان يا سلام عليك هون شوفي كمان معلم هون كمان في جواهر حبيبي في اشياء حلوه هذول هن اخذنا شوي جواهر شباب اعطونا صار عمل 1800 جوهر بس ولكن شباب خلينا ندخل على المتجر على المتجر نشتري شباب نحرق المتجر معلم انا هون هلا معلم على السيرفر اشوف شيء ما احرق لا معلم في جواهر لازم نحرق حبيبي اوكي ادخل لهون طبعا هون يا شباب احداث غريبه عجيبه هون معلم مو موجوده هون شوف اوكي ندخل على العناصر نرجع على العناصر شباب هون عندنا السكنات يمكن الكامله تمام هون عندنا سكنات عاديه تمام والفرج والله شيء مرتب معلم حبيبي والله حتى نجي لهون نستعمل متجر هون شو هون متجر صناديق ما صناديق هون ما نقدر نشتري نقدر نشتري اي والله نقدر نشتري صناديق بس ولكن يا شباب ما مو كثير مهم والله بالنسبه بس ولكن يا شباب هون نفس الوقت نقدر نرفع الرتب بس ولكن رح نبقى هون نحن عناصر يوميه شوفي هون ما يلزم رح نشتري اشياء مثل اللي شفت الان والله نشتري بنر معلم نشتري هالبنر معلم واحد دوره معلم نظبط الوضع نظبط الوضع يا اخي والله نفس البنر معلم لا هي الافاتار كان اني واي معلش نشتري يا معلم وان جوهر بس فقط وان جوهر اوكي شوفي هون كمان شيء ثاني اوه هي كمان معلم هي كمان باللوز نحط هي كمان وشوفي كمان شباب هذول من المهمات والله لا هذول مهمات خلينا نشتري حقيبه شباب لا لازم نشتري حقيبه معلم ندخل بعد شوي ما نشتري حقيبه هي حقيبه ال يا اخي تبيت فاير باس ولا لا يا اخي والله ما اتذكر نشتري حقيبه كمان معلم باللوز وخلينا نشتري حقيبه الجوكر شباب لانه راح افرجيكم شيء ثاني كثير مهم شباب ما ممكن تتوقعون راح ينزل اوكي هذول كمان معلم والله نشتري هذول كلياتهم والله نشتري كلياتهم معلم والله جيب 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 يا جميل جيب 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 هي كمان معلم والجواله يا شباب كل شيء بواحد جواله شباب يعني معقول ما تجيب معلم شو هذا تعال هون انت مانو باللوز معلم شو هذا المركبات هو حتى هون عندي مراكب حلوه نشتري الحصان طبعا نشتري الحصان كمان يا اخي جيب جيب خلاص جيب جيب يا جميل جيب جيب انا بقى طبعا شايفين عم بشتري بس ما عم بستفاد بس ولكن انا افرجيكم بعد شوي شباب شو الشيء الاسطوري راح افرجيكم اياه اوكي شوف على السريع هون طبعا هون شباب مكعب السحري معلم اوه هذا السكين قديم طبعا اوكي ما عندي مكعب سحري للاسف شديد هذا هو خلينا ندخل هون خلاص هذا هو تمام الاشياء اللي حبيت اشوفها اوكي ما في تغيير لحد الان اوكي تمام عروض يوميه فري نفتح فري فري معلم فري والان حبايبنا خلينا ندخل الان هون الحيوانات الاليفة عندنا اليوم يا شباب حيوان اليف جديد معلم سلاحف النجم على اتفرج عليه كيف معلم اسمه فلاش يعني شو يعني صراحة ما بفهم يعني كيف هيك يا حبايبنا السلحفة بنفس الوقت حاطين له اسم فلاش يعني عن جد شيء ما افهم كيف اوكي خلينا نشوف هون معلم هون طبعا هذا هو الوضع الجديد اوكي عندنا الملابس تبعه هذا هو معلم اوكي بس طبعا ما نقدر نشتري هون للاسف شديد رح يتوفر عنا ان شاء الله بس ولكن رح افرجيكم بشكل سريع المهارات تبعته شباب المهارات تبعته شباب الميزه تبعته لما تكون ركز معي كيف اوكي هون شباب عندنا مكتوب فوق تمام يقلل ضرر من السكين والرصاص يعني بيقلل ضرر معلم والمأخوذ من الخلف بكميه 10% حتى 100 نقطه التهديه 150 ثانيه يعني شباب باين معلم هذا باين ليفل 2 معلم هذا هو 15 حتى 120 ليفل 3 90 ثانيه 150 نقطه والكميه 25% يعني يا شباب باين معلم باين يعني عندك درع من ورا معلم عندك درع من ورا يب 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 هذا المرافق شباب راح يحمينا شباب من الغدارين ولا بتعرف معلم اوكي بنسبه معلم شيء مرتب نسبه 25% يعني كمان راح يحمينا شباب الصراحه راح يكون كثير مفيد هذا المرافق عن جد تغيير باللوس عن جد هذا المرافق راح يكون
مرتب راح يعني جد راح يعجبنا وراح يفيدنا كثير فايتات شباب ونغدر يعني كده هذا مرافق هذا راح يكون شباب بالنسبه لي هذا راح يكون صاحبي معلم هذا الفلاش راح بطول بلا بتغير اسمه يا زلمه ما اقدر اغير اسمه فرج علي معلم فرج حبيبي ولي يا اخي والله متحمس كمان للسكنات تبع معلم اكيد راح ينزلوا سكنات تبع سلاح النينجا اكيد ان شاء الله معلم بلوز يلا رو اوكي شباب الان راح فرجيكم شيء عن جد اسطوري كثير نزل باللعبه شباب تغير اسطوري الصراحه اول ما ندخل على الخزنه ركزوا معي كيف شباب الاشياء الخزنه كيف راح تكون حبايبنا راح تتغير اشكال الخزنه ياب 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 حبايبي راح تغير اشكال الخزنه بنفس الوقت شباب عن هون الموضه تمام هون معلم صرنا نقدر نشتري طبعا هون مجموعه لنا المجموعه هون صرنا نقدر نحدد الاشياء اللي بدنا اياها تمام وبنفس الوقت حبايبي عندنا هون لما نجي لهون نعمل هيك نقدر نختار شيئين تمام يعني اذا بدك متعود على حط سكينين بنفس الوقت بتحط سكين واحد رئيسي وسكين ثاني معلم تقدر تستخدمه ايزي فريزي معلم حلو كتير حلو تمام نعمل هيك شباب نجي خلينا اول شيء نظبط بشكل سريع لبسي مثلا هي بالنسبه للموضه الاولى تمام طول نعمل هيك مثلا خلينا نختار هون نعمل تجديد نمبر 1 لان احنا الان بالنمبر 1 شباب تمام نعمل تغيير اللبس حط له هي كمان طلع والله موجوده معلم لا قبل هيك نرجع لورا شوي هي نعمل حفظ يعطينا حفظ اوكي خلينا نفتح بشكل سريع هدول الصناديق اللي اعطينا حبايبنا هدول نفتح هدول كلياتهم نشوف شو فيهم اوكي باللوز اعطونا اوه شخصيه جديده تمام ماسكين شخصيه اوه سلاحها تمام مرتب تمام قول لي هدول كمان اوبا يا شباب ركز معي حبايبنا هون صرنا نقدر نختار الموسيقى اللي بدنا اياها معلم ركز معي كيف ثواني وين الصوت تغير حلو كمان هون شباب ننزل على الصوت هون نرفع الصوت جاء هون على على الخزنه يا سلام عليك ملف الشخصي ما نختارش شايفين معي كيف شباب حلو تمام بلوز اوكي نرجع يا شباب على الملف الشخصي بنرجع على الموضه طبعا هون جبت شويه لبس تمام هون عندنا رقصه في الموضه هون كمان تمام ياب حبايبي ياب هون كمان نفس الوقت عندنا هون الرقصات شباب نفس الشيء طبعا مو معنا هون الرقصات حبايبنا طب نقدر نختار نفس الشيء الرقصات اللي نحبها هون نفس الوقت كمان باللوز على المجموعه حلو طبعا هون شباب انا اخترت هون سكنين مختلفين اوكي طبعا هون اخترت هذا الاول وهذا الثاني شباب فهمتوا لما نعمل هيك نرجع لورا شباب ركز معي كيف طبعا نفس الوقت شباب نقدر نختار مثلا الجزء الاول معلم هذا هو فيه هالشغلات طبعا الرقصه هي حتى شفت الرقصه شباب تغير شكل البرقص يعني معلم ما كان يرقص هيك انا بعرف ايام زمان هالرقصه يا معلم في تغيير في الرقصه كمان لما نرجع التاب نرجع نمبر 2 ركز معي كيف يتغير كل شيء شباب يتغير كل شيء يعني حتى نقدر نختار اذا نحب اي شيء معلم صار عندنا شغل شباب دائما نقدر نحول من شخصيه بنت لشخصيه شاب وهيك شباب والى اخره حلو راح اشوف التفاصيل اكثر ما ينزل تحديث باللعبه يا شباب ونشوف اكيد راح يزيدوا عليها اشياء كثير طبعا هي حبايبنا بالنسبه للخزنه بشكل سريع حبايبنا اوكي عندنا هون رقصات تاب لك لا 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 الاخرى هذا هو شباب بالنسبه للخزنه هيك صار شكلها شباب تغير حلو الصراحه ايش مرتب حلو هي بالنسبه للرقصات شباب تمام اوكي هلا شباب راح نروح انا بعرف وين راح نروح يا ساتر راح ندخل الان على الاسلحه شباب لانه في شيء اسطوري شباب راح ينزل معنا شباب عندنا هون سلاح شوت جن جديد لا 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 مستحيل شب هذا السلاح سلاح شوت جن جديد تعرفوا شو معناته سلاح شوت جن جديد يا معلم سلاح شوت جن جديد معلم الله اعلم شو وضعه هذا معلم عن جد شيء واو معلم سلاح شوت جن عندنا معلم هون شوف معلم شايف معلم هون السلاح لا لازم ندخل نجربه معلم لازم ندخل نجربه شباب لازم ندخل السلاح طبعا شوف الاسلحه الثانيه معلم بشكل سريع ما نتاخرش طول بالك نشوف معلم هون هذا اعطينا هون سكين يعني هذا مدوي تمام هذا هو شاب هذا هو اعطونا سكين لا هذا نفس الشيء ما في هذا هو شاب شوت جن سلاح شوت جن جديد شباب بتعرفوا شو معناته سلاح شوت جن جديد والله هذا نشوف شو جربه معلم لازم ندخل نجربه معلم شو اللي مكتوب معلم هون بس تاكد شو الخاصيه تبعيته ندخل على التدريب شباب بشكل سريع نشوف هالسلاح الشوت جن شباب ولي شو هيدا يا جميل اوكي ندخل على الاسلحه شباب نشوف شو في هون جديد معلم وين هذا الشوت جن معلم كان هون وينه هذا الشوت جن شباب طلع هون وين كان وين راح وينه مو موجود هون وينه لا يا اخي شكله مو موجود هون بالتدريب نو ما نقدر نجربه معناته نطلع لبرا شباب نشوف مكان ثاني اوكي شباب السلاح هذا بشكل مو موجود هون حتى هون شباب مو موجود ما شفنا لحد الان الله اعلم وينه هذا لايك شباب هذا نفس الوقت شباب هون نزلوا خريطه جديده للكلاش سكواد شباب تبعت الخريطه يعني الالبين والله الصراحه شيء مرتب هون حاطين هون في متر دروب هون شوي هو في متر دروب ولا نقدر ننزل نقدر نشتري دروب وننزل دروب هون شباب نقدر معقول نقدر نشتري قول ليه
طول معلم شو هذا؟ طول ولا؟ لا 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 علم يا علم حساسية بيض. لا 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 والله حبايبي فكرت انه نقدر نشتري الدروب من هون بس ولكن لا. شوفوا معي هذول الاسلحه الدروب يمكن ينزل اوتوماتيكيا يا شباب. والله الصراحه يعني اذا نزل هون بالكلاس سكواد شغل. والله الصراحه يعني شباب ما بلعب كلاس سكواد كثير بس ولكن والله شايف سواء متى لازم ينزل الدروب لحاله ينزل معقول هون لحاله. لحاله في دروب ينزل لحاله في هذيك المنطقه. اوكي شباب حلو. يب هون شباب هون عندنا اليو شباب هون اللي تبع الكلاس سكواد تغير هون شكله كمان صار في كلاس سكواد الالبين حلو. طبعا هون حبايبنا دخلت من شوي للمود الذروه هذا شباب الصراحه يعني شيء غريب عجيب. تمام هون عندنا الضيفين عندنا هون شباب مثل البطاقات المقوي الخوذه. طبعا هون خلينا نرجع الخوذه هي بقوي الدم. طبعا لما نشيل مثلا خلينا طبعا ركز معي عندي هون الدم 300 شباب. تمام بس لما شلت هاي شباب وشلت هاي تمام صار دم 200 يعني عن جد راح يكون في مقويات يا لطيف شباب. بنفس الوقت هون في عندي هون شباب اسمه شيء هون هاي القطعة هاي مو مفهومة لحد الآن. اكمام عالي اكمام عالي التقنية يتيح استخدام مزدوجة متنوعة من الأسلحة المعينة. بصراحة كمان ما فهمت كثير من هذا الشيء شباب لنشوف أكثر. هل يا ترى شو يقصد؟ الصراحة ما فهمت شو يقصد بالضبط. هون أنا مود الذروة ما فهمنا شيء هون بس لكن شباب مثل ما قلت لكم يعني راح تصير الأمور يعني واضحة أكثر أكثر وأكثر لما نلعب لما ينزل المود لما ينزل تحديث عنا شباب بشكل رسمي أكثر وأكثر. هذول كلها أشياء ممكن تكون مو كاملة بس ولكن اتس لوز معنا بلوز اللوز. اوكي خلينا نطلع من هون شباب ونشوف الاوضاع الثانيه. ول شوفوا معلم يا شوف اذا خرج من اللعبه يتم استبعاد شخصيته من اللعبه ويتم تحسبها. شوف ركز شوف شو عم يصير هون شباب. ول اوكي رح نطلع معلم نشوف شيء ثاني لازم نجرب كل شيء شباب. ليتس جو. اوكي حبايبي لان دخلت على خريطه البرمودا شباب شفت صار فيها شوي تغير مثل هالمنطقه هي لاحظت انه صار في قبل كانت عاليه الان خففوها يعني تغيرت بالخريطه البرمودا شباب شيء مو طبيعي. كمان هون صاروا هون اشياء شايفين معي كيف عن جد شيء يعني تغيرات يعني واو يعني مو نفس الاماكن كانت موجوده هون كانت اعلى شوي والله ما اتذكر الصراحه هون نزلت شوي يعني صراحه اشياء كثيره 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 كثير يعني مو طبيعي. بنفس الوقت شباب هون مثل ما انتم كمان شايفين هون علم انا كنت عم ببحث بهالخريطه انا بمود رانكيت طبعا. شوفوا هون عن الام 60 صار له اشياء ثانيه يعني فهمتوا علي كيف؟ يعني عن جد شيء وات از ذيس يا ترى؟ وات از ذيس يا ترى؟ اوكي عندنا هون يا شباب هون عندنا هون هذا السلاح مكتوب هون تحت قابل للترقيه وما ترقيه ومتوازن وما متوازن يعني اشياء يعني طافت على هالتحديث صراحه يعني شيء غريب عجيب لحد الان. ليك شباب راح ابحث الان عن شيء ماكينه تمام ولا نشوف نفس الوقت الاشياء الموجوده هون والتغييرات اللي راح تصير ومثل ما واو. اوكي يا اساطير خلينا نطلع هالماكينه ونشوف شو الماكينه. طبعا شباب هون في شيء يعني ما صراحه ما عجبني ايام زمان شباب صار شيء محدد يعني قامت القتل يعني صار مرتين فقط شباب على راس يعني تقدر تعيش شخص صديقك مرتين وخلاص معلم يعني مو كل مره تموت وترجع تعيش وما تعيش باول وجديد فهمت علي كيف؟ اوكي ويقول على شباب هون عندنا هون ابجريد شو الشيب صراحه ما فهمت لنشتريه لنشوف شو راح يتغير هون معلم غريبه عجيبه ما عرفنا شو تغير. نجي نضرب هون كمان ضربنا وحده نشتري وحده هات لنشوف شو تغير يا ترى. هل ما ترى استونا شوي ما اعرف هون شو ارتفع هل يا ترى تبع شو هي؟ يعني معقول نقدر نختار الشيء بدنا اياه نطوره ولا ما نطوره؟ الصراحه نعمل استخدام نشوف استخدام ما فهمت شيء ما فهمت منه يا حبايبنا للاسف شديد. طبعا الشيء فاهمه يا شباب لانه هل سقط عن الام 4 ما عاد يتطور يا ترى ولا شو ما عاد نفهم هذا الامر شباب. هون يعني يعطونا كل اشياء ادق اكثر واكثر تمام هون مثل تمام حقيبه وما حقيبه يعني هل يا ترى مع هذا حد يا ترى نقدر نطور شيء درع او شيء الله اعلم. قول لي انا لما اروح عند ترجمه الشيب صراحه ما فهمت شو ترجمه الشيب هي معلم مكتوب انه رقاقه قصاصه شيء يعني خفيف يا ترى ما اعرف. يا اخي انا بدي انه ستره معلم اطول بلد خلينا نشوف معلم هل يا ترى مثل ما سوينا شوي. اوه في ماكينه هون خلينا نشوف الماكينه موجود معلم سوينا شوي شوف الماكينه خلينا نجي لهون شباب عندنا هون شغله نعمل استخدام ما بيعطي شيء لحد الان نجي لهون ما هل يا ترى هي الستره مثلا عم بيعطينا مثلا هي ليفل ماكس مثلا نطور الستره تبعيتنا الله اعلم. نجي ناخذ الاشياء هون معلم اوه في عندنا هون اشياء حلو ندخل نشوف الماكينه شو فيها الماكينه هون نعمل نضرب بطاقه انعاش حلو نفس الشيء هون موجود معلم بالابريج شو هي مو مفهوم لحد الان نجي لهون نشتري هذول كمان مره ثانيه نشوف شو طالع معنا هون يا شباب نجي لهون نعمل استخدام
شوف يعني شايفين معي كيف ما عم نفهم لحد ما فهمت يا ترى اكيد متوقع انه يمكن اعتقد انه نطور السترة تبعيتنا يا ترى انا هيك بعتقد شباب انه نطور السترة تبعيتنا ممكن او القطعة الموجودة بالسترة تبعيتنا طبعا دورت وبحثت عن السلاح هذاك شباب الشوتجن ما موجود شو هذا بيعمل هذا لا 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 كان راح يقتلني شباب هذا يخرب بيته اكثر من واحد موجود هون معلم انضرب سكايلر ما اثر فيه حجي ما بحب اضرب عليه سكايلر اقدر هذا اوكي فايت فايتات اسطوري معلم ويلي 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 ويل راحه شباب يعني هم شوف نفس الوقت اشوف كيف اللعب والله حسيت انه تغير شوي لون الالعاب لعبه كمان شوي غريب عجيب يا اخي خلينا نروح نشوف هذاك يا شباب ونسلم عليه ندخل شو عم تعمل هات لنشوف هذا وليك 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 ويلي 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 تعالوا 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 نروح نحسن نجرب الانفو لا 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 يا صاحبي لا 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 يا صاحبي لا 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 ما اتفقنا خلص صاحبي ابلع 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 بحط الغام كان يا الله حتى الغام كان هذا يا شباب ويلي تعالوا 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 ابلع طلقة راس يا بوي لا تقعد تدخل لي عليك عم بيجي ببوتات ببوتات اوكي شاب خلينا نشوف هالدروب شوف موجود هالدروب كمان بنفس الوقت طبعا يعني اوكي شوي توسع لهون اوكي 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 نجي هون شوف اعطونا هي ترى شو ارداء سترة لحماية جسم الكامل طبعا هون معلم شو يقصد بالكامل نعمل استعمل استخدام مثلا ما بيعطينا شيء نفس الوقت استخدام هذول لحد ما لي فهمت شيء منها شباب لايك بكتب هون معلم ابدريج ريجولر ما اعرف شو يعني ترفع يعني شيء يتعلق يا ترى بال بالثوم معلم ثوم شوي لحد يقتلنا يا زلمه طولي بلا طولي بلا نحمي حالنا شباب الله عليك اوكي نفتح هون هون مكتوب شباب لما نجي هل يعني هل يا ترى يرفع الليفل سلاح مكتوب هون شيء ويبن او اونلي اف ابلكيشن يعني حتى حسب الويبن موجود الله اعلم شباب شيء غريب عجيب اوكي هذا ونشوف ان شاء الله لما ينزل تحديث اكثر واكثر ويصير له اشياء يعني واضحه اكثر واكثر حبايبي هنا نجي لهون معلم نفتح لهون هون الناس هذول قول لي قول لي تعال هون تعال هون معلم وين هذول كانوا بيضربوا حجي وين هذول وين هذول كلي 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 اوه بتزرع هون خلونا نشوف هذول اللوت اللوت هذول الاعداء ممكن عندهم شيء حلو طولوا لي بالكم شباب في مثلا قابل للتطوير ما في شباب لحد اوكي لا اطلعوا لا اطلعوا لا لازم نجيب بويه معلم لازم نجيب بويه ابلع اوكي ابلع نوك باقي واحد شباب باقي واحد شباب وينه؟ ها ليكو اخي ليكو ليكو ابلع يا اخي امتى بويا شباب بويا شباب بويا شباب حبيبي والله هذا رجعنا عم نلعب بدنا نشوف ايه بنجيبنا البويا سنب تمام التمام يا سلام متهنين عم يعطينا وتابع ومشاركه باتلين ستايل وشي تمام التمام حلو 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 اوكي طبعا بما انا حصلت على البويا شباب هون يعطونا صناديق ما صناديق واشياء حلوه اوكي حبيبي والله هون مثل نشوف طول بالك شو كمان عملها تزويد اي بانر كمان عملها تزويد معلم والله شيء مرتب مرتب هون تغير اشياء البانر وافاتار جديد ويا سلام عليك اوكي حبايبي الان اعتقد انه شفنا اغلب الاشياء بهذا التحديث الاسطوري طبعا شباب المقطع كثير طويل كثير اشياء جديده شباب لايك طول المقطع على اليوم يا اساطير سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب ان شاء الله عجبكم المقطع ما راح اطول عليكم اكثر من هيك نشوف اكثر واكثر شباب ان شاء الله اذا صار شيء تغير بشيء ما شفناه راح ادخل ان شاء الله ونشوف مع بعض حبايبنا هيك بيكون انتهى المقطع لا تنسوا زر اللايك ونشوفكم على خير سلام عليكم